سنتحدث عن تقنية أخرى مهمة من تقنيات الاسترخاء. الاسترخاء العضلي التدريجي هي تقنية مهمة تساعدنا على أن نتحكم بعضلات الجسد لنقوم بشدها ثم إرخائها. الإنسان حينما يتوتر فإن عضلات جسده تكون متحفزة، ويحدث ذلك كثيرا خلال الأزمات. يكون الشخص متأهب، نلاحظ أن آلام الجسد تزيد مع التوتر مع الأزمات، يصبح الأشخاص غير قادرين على أن يتحكموا بأنفسهم ليصلوا إلى الاسترخاء. أحيانا لا يكون كافيا التنفس البسيط أو تنفس البطن، بل يحتاج بعض الأشخاص إلى التركيز على عضلات الجسم ليستطيعوا أن يصلوا إلى الاسترخاء المطلوب. سنشاهد معا الآن مشهد فيديو وسنتحدث بالتفصيل كيف يمكننا التدرب على هذا النوع من الاسترخاء. لنشاهده معا الآن. سأقوم بالتحدث مع المشهد لأن الصوت ليس باللغة العربية. نلاحظ الآن طريقة الجلوس: قدميه على الأرض، ظهره مشدود، عدل من وضعية جلوسه، بداية أخذ نفس عميق، ثم بدأ بعضلات الوجه. نعم، الآن بدأ بعضلة الجبين. رفع الحاجب يساعد على شد عضلة الجبين، شدها لفترة بسيطة ثم أرخى العضلة. أيضا لفترة مماثلة. الآن بحركة الفم هذه هو يشد بقية عضلات الوجه. قام بإرخاء هذه العضلات. الحكمة من الشد والرخي هي أن نلاحظ الفرق في كل عضلة من عضلات الجسم. عضلات الكتف، حينما تقومون بشد عضلات الكتف راعوا أن يكون ذلك بشكل صحيح كي لا تصابون بشد عضلي. الكتف من أكثر المناطق، الكتف وأسفل الرقبة، من المناطق التي تتأثر كثيرا مع التوتر. ما نقوم به من التركيز على عضلات الجسم يساعدنا على التمييز بينها. الآن هو يقوم بشد عضلات الذراع واليد، ثم قام بإرخائها. يقوم الآن بشد عضلة الفخذ، ثم قام بإرخائها. يقوم الآن بشد عضلات القدم والساق، ثم قام بإرخائها. من الممكن أن نقوم بهذا التمرين على كل عضلات الجسم. أيضا يمكن أن تقوموا بشد عضلة القولون ثم رخيها، وكذلك عضلات الصدر والظهر أيضا. طيب، نكتفي بهذا القدر.
تمرين الاسترخاء العضلي ضروري حينما يكون والتوتر يصاحب أيضا مجهود جسدي. التدريب عليه يحتاج إلى وقت. مع الممارسة تجدون الكثير من مقاطع الفيديو في اليوتيوب تصور لكم هذا النوع من الاسترخاء. مع الممارسة تستطيعون التحكم بعضلات الجسم بحيث تقومون بإرخائها بشكل إرادي عند توترها. نلاحظ أن البعض يعاني من الصداع أثناء التوتر، بعض الأشخاص يعانون من آلام في القولون، بعض الأشخاص يصبح لديهم شد في عضلات اليد أو الساق. من خلال التدريب على هذا الاسترخاء نستطيع أن نصل إلى مرحلة أعلى من الراحة. لن نستطيع المرور على كل أنواع الاسترخاء من خلال هذه المحاضرة. نحن الآن في رمضان، ولذلك يجب علينا التنويه على أثر العبادات في الاسترخاء. نعلم ما أثر الماء على الإنسان ودور الماء في التهدئة. سبحان الله، الوضوء رغم أنه عبادة إلا أنه تقنية تساعد كثيرا على تخفيف الغضب. الطهر المعنوي والطهر المادي يساعد الإنسان على الشعور بالاسترخاء. بلأنك إنسان، قمنا بابتكار طريقة للاسترخاء من خلال التركيز على عملية الوضوء وشرح أهميتها للأشخاص والتركيز على عضو من أعضاء الوضوء ونحن نقوم بالوضوء مع مراعاة الجوانب الإيمانية في هذه العملية، وفعلا أثبتت نجاحها بشكل كبير وخاصة لدى السيدات. نشاهد معا هذا المشهد. تشرح به إحدى الميسرات في لبنان عن أثر هن عم يصيروا يتواصلوا معنا مشان يتأكدوا منا أكثر وأكثر. مثل معلومة هلا الوضوء كيف ارتبطت معنا بالوضوء إن كان برابط إيماني وبرابط الصحة الجسدية وبرابط الاسترخاء، كانت كتير موضوع مهم بالنسبة للأخريات. حتى موضوع الوضوء قديش فيه تفاصيل مهمة هن ما بيتابعوها، حسيت دائما صاروا يقترحوا أنه إيه بدهم المزيد، بدهم يتابعوا أكثر. من خلال التركيز على الأعضاء مع الوضوء ستشعرون بفرق كبير في جسدكم، في راحتكم النفسية، وأيضا تستطيعون الوصول إلى الاسترخاء. ما أحتاجه منكم أن تقوموا بتطبيق ذلك عمليا قبل كل صلاة أو كلما قمتم بالوضوء. ركزوا على أعضاء جسدكم التي تقومون بغسلها بالماء. قوموا بمراقبة الماء وهو يلامس الجلد، وراقبوا عملية الوضوء وما أثرها عليكم، وليتكم تشاركون بأثر ذلك وهل يساعدكم ذلك على الاسترخاء أم لا. هل جرب أحدكم أن يتوضأ في لحظة غضب؟ قمنا بالتركيز على نوعين من الاسترخاء مع الوضوء: الاسترخاء التخيلي من خلال تخيل عملية الوضوء حتى ولو لم تكن واقعا، ذلك ساعد الأفراد كثيرا على الوصول إلى الهدوء الجسدي. أيضا بممارستها فعليا، بممارسة الوضوء فعليا والتركيز على كل خطوة يقومون بها بعملية الوضوء، ذلك التركيز أقرب إلى تقنية اليقظة الذهنية التي تعتمد على التركيز الذهني أثناء ممارسة أي عمل أو أثناء التخيل. كما للوضوء أثر إيجابي مع الاسترخاء، أيضا للصلاة أثر كبير في الوصول إلى ذلك. لو أعطينا الصلاة حقها فسنلاحظ الصلاة ليست تقنية ولكنها عبادة،
عبادة معجزة في كل حركة من حركاتها. لاحظوا أننا تحدثنا عن أنواع التنفس، التنفس البسيط واسترخاء البطن والعضل التدريجي. لو قمنا بالصلاة بشكل صحيح واستحضرنا الخشوع بها، فإننا سنصل إلى مرحلة أعلى من مراحل الاسترخاء، أو إلى درجة أعلى من الاسترخاء وهي درجة الخشوع. ولا شك أن الشخص حينما يستطيع الوصول لها فإنه يشعر براحة نفسية لا مثيل لها. من خلال عملنا بالدعم النفسي بأنك إنسان، لاحظنا أن نسبة نمو ما بعد الصدمة ونسبة الإيجابية عند الأشخاص الذين يحرصون على صلواتهم، إيمانياتهم تكون أكبر، تكون قدرتهم على الاسترخاء رغم شدة الأوضاع أعلى بكثير من غيرهم. لم نربط ذلك بدراسات بعد للأسف، لكن ذلك ملاحظ بشكل كبير، وأظنكم أيضا ستلاحظونه سواء على أنفسكم أو على من حولكم من خلال ملاحظاتكم. الواجب أو التطبيق الذي ستقومون به هو التركيز على أنواع الاسترخاء السابقة، أن تساعدوا أنفسكم للوصول إلى الاسترخاء من خلال التقنيات التي سبق وأن ذكرناها. تراقبون تنفسكم، تركزون على عضلات جسدكم، حتى حينما تقومون بالصلاة قبل الصلاة ركزوا على التنفس، ذلك سيساعدكم أكثر بكثير على التركيز في الصلاة والوصول إلى مرحلة الخشوع. راقبوا العضلات كيف تشد وترخى، وراقبوا ذلك أيضا خلال الصلاة. بإذن الله في الحلقة القادمة أو في المحاضرة القادمة بإذن الله سنتحدث بتفصيل أكبر حول الثوابت الإيمانية وحول المشاعر وكيف سيحتاجها الداعم النفسي في مهمته التي سيقوم بها بإذن الله. أيضا سنتحدث عن ارتباطها بالأزمات وبالصدمات النفسية أو بنمو ما بعد الصدمة. بانتظاركم في المحاضرة القادمة، وبانتظار تفاعلكم وتعليقاتكم حول ما تحدثنا عنه.